حضارات مصر تجتمع هنا، مجد المصريين يلتقي في مكان واحد. احنا النهارده في القاعة الرئيسية، فيها كم قطعة؟ فيها 1600 قطعة. كلنا فاكرين شيء جميل جدا جدا جدا، وهو موكب المومويات حتى وصولها إلى هنا. هل ساهم عالميا في شهرة هذا المكان؟ أنا كنت الآن تماما على كيفية الترويج لهذا المكان. قطعا هناك أحلام ما زالت في ذهنك له، إيه هي؟ احنا هدفنا مش مجرد المتحف، احنا هدفنا نبقى منارة ثقافية للمصريين. زيارة للتاريخ من قلب متحف الحضارة في حديث العرب من مصر، غدا 7 مساء على قناة مصر الأولى.